الفلك. الفلك يعني في مصر القديمة كل حياة المصري من ساعة ما بيولد لغاية ما بيموت مرتبطة بالسماء. لأن هو في الأول كده يعني عندنا نفسي حضرتك تقري بردية اسمها بردية تورين. أيوة. دي موجودة في إيطاليا. البردية دي يعني ما بيركزوش عليها قوي، البردية دي جايبة حكم كل ملك باليوم والتاريخ والساعة. أنا بس عايز أقول لحضرتك المصري القديم ما كانش بيعمل مثلا يقول لك 2000 سنة 3000 سنة، لا، كل ملك يجي كان بتحدد التاريخ باسمه هو، يعني مثلا السنة الأولى من حكم الملك رمسيس يفضل يحكم لغاية 96 سنة، يجي ملك بعده نبتدي من سنة إيه؟ ما بنبتديش بقى من 96، نبتدي من سنة واحد. فإحنا بنجمع. فبردية تورين دي قالت إن هناك قبل الملك مينا ما وحد القطرين كان هناك الآلهة هم اللي بيحكموا مصر. وبعدهم حاجة الآلهة اللي هم اللي معروفين عندنا اللي هو رع وأمون وأكتر كمان. أوكي. وبعدين أنصاف الآلهة دول حكموا مصر 25,000 سنة. واحنا مش عارفين مين دول بقى. احنا في لان الناس تقول لك حضارتنا 7000 سنه، بقول لهم لا والله أكتر. ده في برديه من عهد المصريين القدماء نفسهم بتقول ان هم في 25، خلينا في البلاش الالهه، انصاف الالهه 25,000 سنه. فالانسان كان بيعتقد ان هو ليه بقى فكره السماء وفكره السماء. اولا المصري لما نزل على النيل كان عنده مشكله مع النيل. ايه النيل؟ النيل يا اما يجي فيضانه قوي جدا فيدمر، يا اما ما يجيش خالص في ايه فيموت. طب نحل الموضوع ده ازاي؟ طب احنا عايزين نقدر نمنع النيل ده هيجي امتى علشان نبدا يعني نشوف حل. فبداوا بيبصوا للسماء فلقوا ان في ظاهره في السماء اسمها نجمه السبدت او الشعر اليمنيه بتحترق في يوم محدد ويبدا الميه تلون بلونه الاحمر، فربطوا فكره الفيضان بمجيه اللي هي اللي حضرتك احتفلنا بها من اسبوع او من 10 ايام اللي هو عيد اللي هي 11 سبتمبر. وقلنا دي بدايه الايه؟ بدايه السنه. وبالتالي فكره النظر للسماء كانت مهمه جدا. فالنيل هيديله الزراعه وهو توافق مع السماء. فكان كده بيعتقد الانسان من ساعه ما بتولد بيبقى له برج محدد بيحدد تصرفاته بيحدد اخلاقه بيحدد حياته بيحدد كل شيء، حتى لما بيموت في المحاكمه البرج ده هو اللي بيحدد كمان النهايه. وبالتالي فكره ارتباطهم بالابراج مهم جدا، فكره ارتباطهم بيوم النحس والحظ. وكان عنده يعني يوم ما قرر كده ان هو مثلا مش هيروح الشغل، ما يخشش الحمام، ما يعملش استحمام، ما ياكلش انواع معينه من الاكل. فكان فكره النحس والسوق وسوق الطالع كانت يعني احنا دلوقتي بنفتح الجرنان، وكان زمان دلوقتي طبعا بنفتح الموبايل. ايوه صح، حظك اليوم. هو برضه كان عنده في المعبد، جوه المعبد كان في تماثيل محدده وكهنه محددين بيقدروا يحددوا الموضوع دي. كان حتى الملك نفسه الفرعون كان له ناس بتقدر تحدد له الطالع. واحنا يمكن عندنا في القران سيدنا يوسف في يعني في الصوره المشهوره لما الملك بتاع مصر قال له فسر لي الحلم وهو. ففكره ان يبقى في حد في داخل المعبد بيحدد للملك او بيحدد للناس دي معروف. فكرة النبوءات حتى فكرة الأحلام كان هناك ناس متخصصين بتفسير الأحلام وكل حاجة لها الايه الدلالة بتاعتها. وبالتالي أجدادنا في علم الفلك كان لهم باع كبير جدا، قدروا يعرفهم الكواكب، قدروا يعرفوا ان الأرض كروية، قدروا يحددوا بعض الكواكب اللي هي زي المشترى والزحل والعطارد، وكان بيسموها النجوم التي لا تفنى. ليه؟ لأن هم بحروس الشمس، فدي لا تفنى خالص. لو حضرتك بقى أنت زرتي معبد إسنا. أنا زرت معبد إسنا ورائع طبعا. نفسي حضرتك تروحي دندرة بقى. رحتوا دندره للاسف متاخد منه حاجه اسمها زودياك دندره ايام الحمله الفرنسيه. أيوة خدوا هذا الزودياك ده بس اول بس اعتقد ان هم عملوا حاجه شبيهه له نموذج. زودياك دندره بيعتبر الاكمل والاهم عن اسنا كمان. ليه؟ لانه اقدم شويه ولكن بيدينا تفاصيل اكتر. يعني اولا جاي ان هو زودياك جايه من كلمه زودياكس اللي هي كلمه يونانيه بمعنى دايره. دايره بيحط عليها الحيوانات، هي عباره عن دايره من الحجر الجيري كانت في سقف مكسوره في الدور الثاني جايبه الكون كله. الكون عباره بتحمله اربع سيدات واربع سيدات ودي الجهات الاربعه اللي هي الشمال والجنوب والشرق والغرب، ويعاونهم ثمان رجال بيحددوا الشمال الشرقي والجنوب الغربي. وفي النص جايب ال 12 برج اللي هي زحل والقوس وال ايوه بالظبط بالظبط وحوالي زي احنا شايفين في صوره قدامنا اهي محدده. دي حتى الالوان شفت محدد كمان الازرق هو اللي غالب. أيوة واللون مصري صرف ده برج ايه مثلا؟ دي احد بيحدد، ما هو على حسب ابراجهم غير ابراجنا. يعني التصور بس انا لما زرت المعبد انا لقيت ان الرسومات ليها علاقه بابراجنا طبعا. يعني الدلو مثلا عندهم عباره عن رجل ماسك دلو بالظبط، الاسد هو الاسد ووراء امراه. طب ودي مثلا وعلى حيه فهو بالنسبه دي بابراجهم. انا بس حضرتك سالتي قبل الفصل سؤال مهم، قلتي احنا ممكن نحدد الشهور بتاعتنا، اقول لحضرتك لا ما ينفعش قوي. ليه؟ لان الشهور المصريه القديمه غير الشهور الحاليه. تمام. يعني احنا دلوقتي في شهر توت. ايوه شهر توت بدا 11 سبتمبر هينتهي 11 اكتوبر بالظبط، لان السنه عندهم هي 365 يوم. تمام. هي 360 يوم لان الشهر بتاعهم 30 يوم.
اصل هم عندهم ثلاث توقيتات. في التقويم اسمه التقويم النيلي على حسب نهر النيل، والتقويم القمري ده بتاع الاحتفالات، والتقويم الشمسي اللي احنا موجودين عليه حتى الايه حتى الان، اللي كليوباترا اهداته ليوليوس قيصر اللي بيسموه التقويم اليولياني، واللي تعدله البابا جريجوس. وبالتالي بنقول ان هم كان عندهم يعني اكتر من تقويم. في قدامنا كمان لوحه دلوقتي، ما هي دي اللوحه بتاعه زوديك دندره اللي دي الدائره هنا، ومحدده الاربع جهات اللي هي بتحملها السيدات، وكان 36 حاجه اسمها عشريات، لان هو عندهم الاسبوع مش سبعه، الاسبوع 10 ايام. يا ف 360 في 10، وكل يوم كان بيبقى له اسم. وعندهم اليوم بتاعهم 12 و12، مفيش حاجه اسمها يعني مختلف. عندنا كمان حاجه مهمه جدا، احنا عندنا يوم 21 سبتمبر بيسموه الاعتدال الخريفي. الاعتدال الخريفي هنبتدي بقى فصل جديد. أيوة. فهو ارتباطه بالفلك والكواكب والنجوم لا كانت مسيطره عليه تماما، لدرجه بقول لحضرتك في كهنه قاعدين اسمهم كانت الاستشاره او التنبؤ. ايوه يعني. طب لو انا عايزه احسب مثلا البرج بتاعي، اكيد كل اللي بيتفرجوا علينا نفسهم كمان ان هم يحسبوا البرجهم ايه في الابراج المصريه القديمه، يا ترى اقعد بقى احسبها مثلا من بالقبطي بالشهور اللي هي بتبتدي من توت اصلي توت اللي هي بتبتدي توت من مثلا 11 سبتمبر 11 سبتمبر وهكذا، بس ما عندهمش 29 و28. هو ان نحسبهم 30 يوم، يعني فبراير ده كانه ايه 30 يوم. ممكن تفاجئ ان البرج بتاعك داخل في 3 شهور مصر قديم، فتحاول تمام. وكمان هو عندهم البرج بياخد من اكتر من شهر، يعني حضرتك مثلا بتقولي شهر لا، هو ممكن ال10 ايام الاولانيه مثلا من شهر سبتمبر، ومثلا الخمس ايام مثلا من شهر مثلا اكتوبر. فبتجمع اكتر من صفر. تمام. انما هو دي كانت بتاثر على حياته لدرجه بيقول لحضرتك كان بيقرر مثلا صحي الصبح يقول لك كده انا مش رايح الشغل. ليه؟ لانه حس ان حتى لو لقى لون معين او طائر محدد زي البومه او الغراب كان برضه بيتاثر. ايه بيتاثر هنا قدامنا مثلا صوره، هل ده برج الثور؟ تمام. فبالتالي هو نفس الفكره، اصل حضرتك نفس الابراج القديمه هي الابراج الحديثه بالظبط في الشكل. في الشكل مظبوط، ولكن احنا يعني زودنا الموضوع شويه، ويمكن في ناس نسبت شويه واعتقد الموضوع كمان كان ليها اسامي مختلفه مش كده؟ اللي كان بيسموها مثلا عندي يعني في برج اللي هو النيل حابي وتوت وامون رع بالظبط، فهي كانوا بينسبوها للالهه، والالهه كل اله لها طبع. يعني مثلا عندي برج ست وكان بيقسموها له شهور ناريه وشهور ايه ترابيه، يعني واحد ناري وواحد ترابي او مائي. فهي على حسب المعبود، يعني مثلا اللي هو بينتصف لشهر ست، ست كان يبقى دايما لونه احمر، شعره احمر، مرتبط بالصحراء، عنيف شويه وشرير شويه لانه مرتبط بالمعبود. امون مثلا بيعتبره اله الخصوبه. طب معلش بقى يا ريت حضرتك تقولي كده ال 12 برج. يعني مش هنقدر نقول بالتفصيل، هي مثلا هنقول اشهرهم. مثلا تحط اللي هو متتبوش دايما صاحبه بيبقى عنده على حسب توت حكمه والمعرفه. تمام. ودايما بيدور على العلم، يعني زي بيقولوا ايه يقرا كتير ويحب يطلع كتير. حابي مثلا خير ومعطاء، يعني يحب لانه جاي من النيل والارض فدايما يدي ما يطلبش. أيوة. مثلا نتيجه العطاء بتاعه. عندنا مثلا حتحور ليها طور، دي يحب الموسيقى، يحب الغناء، يحب الجمال، يعني دايما ما يحبش يقعد في مكان زي بيقولوا من غير حتى لو راح ضيف عند حد ممكن تلاقيه بيرتب ما يقدرش ده برج العذراء ده ما يقدرش يقعد. فاحنا ممكن نشوف صفات وفي الشهر. اعتقد برج اسمه موت. موت طبعا المعبوده موت تبع امون، او هي زوجه امون. اللي هي من الثالوث بتاع امون، وموت وخنسو اللي خنسو اله القمر. فهو كل واحد بياخد من صفات يعني رع مثلا عندي اله الشمس. وبالتالي بياخد صفات الشمس. الشمس ممكن تضر وممكن تنفع. طبعا لها ايه؟ لها سلاح ذو حدين. بالظبط لها جانبين، وبالتالي ايه؟ وهو ابو الالهه فهو خير جدا، لكن احيانا لما بيبقى عنيف ممكن يدمر ايه؟ يدمر كل حاجه. طبعا. فبالتالي ابراجهم هي واخده كويس يعني ملمسه في الصفات بتاعتنا شويه، بس ارجوك اللي هو موجود طبعا في النت كله جايب الشهور اللي هي بتاعتنا الميلاديه. فبقول له ارجوك لما تيجي تدور على الشهور الميلاديه لا رجعها للشهور القبطيه او الشهور المصريه القديمه هتبقى. وخليها 30 ايه؟ 30 يوم. لان هم 30 في 12 ب 360، الخمس ايام الاخرين دول بيسموهم ايام الاحتفالات او النسيء. بيحتفلوا بيهم اللي هم بقى قبل الفيضان، فدول ما يتحسبوش يعني بيبقى خلاص بقى ما بيسموهم ايام احتفالات.